وشكري الباشا ده بقى طليق نورهان؟ ايوه يا هاني، وفي بينهم وبين بعض مشاكل كتير جدا، ده حتى من ايام عامر الديب. دول واخدين بنته وملفقين له قواضي كتير جدا، مبهدلينه اخر بهدله. جبارين ويعملوها، اسألين انا، ياما شفت من عامر وشكلي لسه انا هشوف من بنته. عشان كده بقى شكري بيه لما عرف حكايتك مع نورهان صمم ان انا لازم اجي واقابلك واعمل ميعاد عشان اعرفك عليه. وشكري بيه عرف منين بقى بحكايتي مع نورهان؟ شكري بيه رجل اعمال كبير واكيد ليه مصادر، وطبعا حاطت ناس حوالين نورهان علشان يبلغوه اخبارها اول باول عشان يتقي شرها. وهو عايز يقابلني ليه ان شاء الله؟ ما هي واضحه يا مدام زي الشمس، انتوا الاتنين عدوكوا واحد، نفس اللي واكل حقك هو اللي مبهدل شكري بيه. فالمنطق بيقول يعني لو انتوا الاتنين حطيتوا ايديكوا في ايد بعض اكيد هتعرفوا تاخدوا حقكم، ولا ايه يا هاني؟ اه هو كلام معقول، بس انا ايش ضمن لي ان دي مش لعبه من بنت الديب بالاتفاق مع اللي اسمه شكري؟ دي حاجه بسيطه قوي، المشاكل اللي ما بين شكري بيه ونورهان مشاكل كبيره جدا وكل الناس تعرفها، يعني سهل قوي ان حضرتك تتاكدي منها. بس انا عايزاكي بقى بعد ما تتاكدي منها تقعدي مع شكري بيه، لان انا واثقه انك انت هتحطي ايدك في ايده. شوفي انا مستعده اتحالف مع الشيطان لو ده هيساعدني اقف قدام المفتريه نورهان وهيرجع لي حقي وحق بنتي. بلغي شكري بيه ان انا تحت امره ومستعده اقابله في الميعاد اللي يناسبه.